اسمي وليد الزعبي، وهذا المعرض تبعي اسمه لوكيو دي سباداتشينو، يعني عين المبارز. شو معنى عين المبارز؟ عين المبارز معناته الواحد لما يكون مدقق على الاشياء ومستعد لك اي حركة سريعة ومتوقع من اي اشي من العالم. وهذا عالم الفن، احنا بنلاحظ كل الاشياء وبنشوف كل الاشياء وبنحس بكل الاشياء، واحنا بنعبر عن كل الاشياء اللي بنقدر واللي بيكون بقلبنا. اللي بس انا برسم معها بستعمله هو الوان مائيه، المكياج، ايرباش، اشياء يعني مش من الناس ما بيستعملوها بالعاده، بس انا بقدر اقول الاشياء اللي بستعمل فيها هي المكياج. انا كمهنتي مصمم ازياء ومصمم مكياج للافلام والخدع السينمائيه. فانا صار لي من 1983 عم بشتغل بالمهنه وعم برسم من عمري كان 5 سنين. فاحنا الاشياء اللي بنسوي بقدمها بشوف غريزه الانسان، الحلم، الخيبة، الحزن، الحياة والموت، كله جزء من حياتنا وكله جزء من كياننا.